من مقاصد الشريعة في الصيام، قالوا تزكية النفس بعبادة السر. إذ الصيام أيها الإخوة من العبادات التي هي عبادة سر، وعبادات السر هي التي يبتلي بها المؤمن إيمانه ويجد عندها نفسه، وكلما كان للمرء سريرة مع الله عز وجل كلما كان قلبه ألين، وكلما كانت العبادة ألذ، فيجد في قلبه حلاوة الإيمان التي يرجوها من يرجوها من الناس. كثير منا أيها الإخوة يسمع قصص الأوائل وأخبارهم كيف أنهم يتلذذون بالعبادات، فترى أحدهم كعبد الله بن الزبير رضي الله عنه يصلي فيصف قدميه لله عز وجل، فيأتي الزنبور فيلدغه مرات فلا يحس بلدغه، فلما قيل له قال إني في أمر يشغلني عن غيره من الأمور. وآخر من الصحابة يكون قائما في صلاته يقرأ فإذا بسهم غرب يصيبه فلا يلتفت من صلاته لولا ما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحرس الناس وينتبه إليهم، وإلا لما ترك صلاته من شدة أنسه بربه ولذته بهذه الطاعة. هذه الطاعة وهذه اللذة أيها الإخوة تكلم عنها الأوائل كلاما طويلا، حتى قال إبراهيم بن أدهم وهو من علماء الأمة وزهادها والورع ومن أشدهم ورعا، وقد أثنى عليه الأكابر كأحمد وغيره، كان يقول نحن في لذة لو علم عنها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وكان سفيان بن سعيد الثوري يقول نحن في لذة، يعني لذة العلم وغيرها من العبادات، لو علم عنها أبناء التجار لاشتروها بأغلى الأثمان وأنفسها. هذه اللذة العظيمة كثير منا يقول أفعل العبادات وأفعل الطاعات، أقرأ كما يقرأ الأوائل، وأصوم كما يصوم الأوائل، وأقوم كما يقومون، وأتصدق كما يتصدقون، لكن لا أجد في قلبي ما يجدون، ولا أجد في نفسي هذه اللذة التي يذكرون. أقول العبادة واحدة ولكن الأسرار فيها مختلفة. من أعظم الأسرار التي تجعل المرء يكتسب هذه اللذة العظيمة في الطاعة هو أن يعنى المرء بعبادات السر. من عني بعبادة السر وجد حلاوة الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث ابن مسعود عند أحمد والحاكم، قال صلى الله عليه وسلم من ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تكتسب بعبادة السر. من عبادة السر الكف عن النظر الحرام، لأن النظر إلى الحرام لا يعلم به إلا الناظر دون من عداه. تمشي أنت وصاحبك في طريق فتنظر لأمر لا يعلم صاحبك أنك تنظر إليه، لذا كان النظر سببا موجبا وسببا من أسباب اكتساب لذة العبادة. وهذا معنى الآية ذكرناها قبل قليل في قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكلاهما من السر. من أسباب عبادة، من أنواع عبادة السر إخراج الزكاة. عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط، أدى زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط، لأن الزكاة لا يعلم مقدارها ولا عددها ولا قيمة ما يقوم منها إلا صاحبها والله عز وجل قبله، فهي من عبادات السر. من عبادات السر الصوم. هذا الصوم أيها الإخوة عبادة سر. صدقني لو اطلع عليك أهل الأرض جميعا لا بد أن تكون في لحظة من لحظات صومك لا يطلع عليك إلا ربك جل وعلا. لا بد أن تكون المرء خلوة في نهاره، لا بد أن يكون المرء غيبة عن عيني من يراقبه في نهاره، لذا كان الصوم من عبادات السر. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم عبادة من عبادات السر، الصوم عبادة من عبادات السر، ولذا كان سببا في تحصيل اللذة والطاعة، وكان سببا في أن يجد المرء فيه من اللذة ما لا يجده غيره. ولذا أيها الإخوة
جاء عن بعض الأوائل أنه كان يقول: إني لأجد في الصوم لذة لا أجدها في يوم فطري. يجد في صومه لذة لا يجدها في يوم فطره، أنسا بربه وهناء في جسده وقوة في بدنه، هذا بسبب كونها من عبادات السر.